Hello guys and welcome back. في الفيديو غادي نشوفو التكنيكس اللي خدم بهم جيمس جويس في شورت ستوري ديالو كلاي، mainly the double vision ولا الامبيغويتي والذا لكسيكال باترن. غادي نحاولو ناخدو بزاف ديال الامثله من القصه، الوغ نطلب منكم واحد الطليبه، حاولوا انكم تقراو القصه باش تفهموني علاش داوي. So with that being said, let's get started. اول حاجه شدات الانتباه ديال النقاد في القصه ديال جيمس جويس كلاي هي the symbolic duplicity of Maria ولا الازدواجية الرمزية لماريا، يعني the virgin and the witch in the same time. جيمس جويس صور لنا ماريا كعذراء وساحرة في نفس الوقت. والحاجة الثانية اللي شدت الانتباه ديال النقاد هي الاوميشن ولا حذف واحد ستانزا في واحد الاغنية سميتها I dream the red world. ماريا غنات هاد الاغنية ولكن غنات المقطع الاول جوج ديال المرات وحيدات المقطع الثاني اللي كيدوي على الزواج، وحتى واحد من الناس اللي كانوا مع ماريا ما حاول يصحح ليها الخطا ديالها. كاين بزاف ديال التفاسير حول سبب حذف ماريا لهذا المقطع الموسيقي ولا هاد ستانزا. مثلا كاين اللي قال بلي ان ماريا عارفه راسها ماشي زوينه وكبيره في اللاج، ذاتس واي ماريا ديليبريتلي اوميتد ذا سيكند ستانزا. كاين بعد تفاسير اخرى كيقولوا بلي ان ماريا اول مرة كتشوف الحياة ديالها الواقعية من واحد الزاوية اللي هي عقلانية وعرفت بلي انها ما غاديش تزوج. المهم تنوع في التفاسير كيبين لنا الصعوبة اللي قدمها جيمس جويس في القصة ديالو، ماشي غير على مستوى ستانزا اللي ما تغناش ولكن حتى على مستوى الغموض السردي ديال القصة، the ambiguity of the narrative discourse. جيمس جويس استعمل جوج ديال التكنيكس. اول تكنيك هي the double vision ولا الامبيغويتي، وباش نفهموا اكثر هاد الامبيغويتي ولا دبل فيجن اللي استعملهم جيمس جويس نحاولوا ناخذوا ذا فيرست تو باراجرافز از ان اكزامبل. في الباراجراف الاولى جيمس جويس اختار الاسم ديال ماريا، وماريا قريب للاسم ديال ذا فيرجن ماري ام ديال سيدنا عيسى. وصف ماريا بانها امراه مجتهده وشي از ا جود وومن، يعني واحد الانسانه اللي زوينه. ولكن في الفقره الثانيه الكاتب وصفها بانها امراه قصيره جدا وشي جوت فيري لونج نويز او فيري لونج تشين. اول حاجه غطيح لك في البال فاش غتخيل ماريا انطلاقا من الوصف ديال جيمس جويس هي واحد الساحره، وهنا كتجلى لينا الامبيغويتي. يعني انت كقارئ غاديش تبقى عارف اش من ماريا غتبع، واش ذا هارد وركين وومن ذا جود وومن ماريا ولا ذا ويتش لايك ماريا، يعني ديك ماريا اللي كتشبه الساحره. التكنيك الثانيه اللي استعملها جويس هي ذا لكسيكال باترن اوف ريبيتيشن، بمعنى اخر ان القصه مبنيه على نمط التكرار. مثلا وصف الانف ديال ماريا كيتعاود، بامبراكس كتعاود، الكيك اللي شرات ماريا من جوج ديال المحلات مختلفين، ترام ركبت فيه ماريا جوج ديال المرات. ولكن اهم حاجه في هذا التكرار هو التناقض بين التذكر والنسيان. في الاول ماريا تفكرات ملي مشى جو الفي البلفاست منذ 5 سنوات، وتفكرات يوم الهالوين والصباح الجماعي، ولكن في الجزء الثاني من القصه ماريا نسات الكيك في الترام ونسات تغني المقطع الثاني من الاغنيه. احنا غنقولوا انه انطلاقا من تحليل هاد جوج ديال التكنيكس اللي هما الدبل فيجن واللكسيكال باتر، فخطا ماريا في تكرار المقطع الاول من الاغنيه متناسق مع بنيه التكرار اللي بنى عليها جويس القصه. بمعنى اخر ان البنيه السرديه للقصه ما كتسمحش لماريا انها تغني المقطع الثاني، ماشي حيت كتدوي على الزواج ولكن حيت الاهم من موضوع الزواج هو التعارض ما بين التذكر والنسيان.